وما تخافش على الأهلي، طول ما قيادات الأهلي عندها هذا القدر من الاحترام، من الحفاظ على كبرياء وصورة وقيم النادي، طول ما أنها مترفعة دائما وأبدا عن الصغائر والصغار، طول ما أنت محافظ على هذه السمات والخصائص التاريخية لصورة النادي الأهلي، يبقى النادي الأهلي كما يراه الجميع وكما يحب أن يراه محبوه. ده النادي الأهلي ودي صورته. شفنا الأستاذ خير رمضان وهو بيعلق على كلام الأستاذ إبراهيم عيسى وعلى كلام الأستاذ هاني شكري، لكن كمان لما الأمر يصل إلى نجوم ومدربي الأندية الأخرى، نلاقي نجم كبير زي كابتن شريف الخشاب، واحد من نجوم غزل المحلة الكبار، وكان واحد من منتخب مصر اللي شارك في كأس العالم للشباب في 81، عنده هذا التقدير للنادي الأهلي، وعنده تفسير لكلمة الأهلي فوق الجميع، العبارة اللي مضايقة ناس كتيرة فسرها الكابتن شريف الخشاب نقلا فهمها. عن ابنه. مش فسرها، فهمها. نسمعه. ميزة في النادي الأهلي إن ممكن كابتن مجدي عبد، أنا أهلي وأنت أهلي، ممكن واعيين مع بعض. لا بس مالهاش دعوة بال، بس جت مصلحة النادي الأهلي هو فوق كل اعتبار. تبص ليه لما مسكت فيك واحنا الاثنين اللي واقعين مع بعض. هو جملة الأهلي فوق الجميع دي يعني ممكن ما تعجبش حد، لكن هي حقيقة الأمر، احنا بنعتبر النادي فوق الجميع. ما عايز أقول لك حاجة عشان أفسرها بس، لأن أنا طقصت فيها شوية الحتة دي، لأن ناس كتير زعلت من كلمة الأهلي فوق الجميع. المقصود اللي أنت عارف مين اللي فسرها لي؟ ابني اهلاوي متعصب جدا جدا. يعني لو هو لسه عريس بقاله سنه ولا سنتين، ربنا يخليه لك يا رب. فهو مهندس، لما الاهلي بيخسر بتبقى نصيبه عشان ما بكلموش، واخد بالك؟ فجيه بقول له الاهلي فوق الجميع وبتاع، فقال لي يا بابا هي مش كده، الاهلي فوق الجميع يعني الاهلي فوق اي حد من ولاد النادي. بالظبط، من ولاد النادي، مش فوق بالزبط. مش فوق مصر يعني. بالظبط، هو يعني اي حد من ولاد النادي بالنسبه للاهلاويه، بالنسبه للاهلاويه هو فوقنا بس كلنا. هو بالنسبه للاهلاويه ملوش دعوه فوق الجميع. ما يقصدش ما يقصدش الانديه كلها، ما يقصدش فوق جميع. يعني ايه يعني ترجمه مصلحه الاهلي فوق جميع. اي حد فوق اي حد من ولاد الاهلي يعني بمعنى ايه؟ ان انت غلطت وانت اهلاوي اتعاقب، تتعاقب الاهلي فوق. ايوه بالظبط، هو ده انا فهمتها. الخطيب نفسه كان بيتعاقب. ايوه وانا تعاقبت، والشريف عبد المنعم اتعاقب. لا وفين وفين امثله كل اللعيبه؟ وفي امثله حسام ابراهيم اتعاقب، ابراهيم سعيد اتعاقب، لعيبه كانت جامده جدا. حلو، هي دي الحضري اتعاقب. اذا كابتن شريف بيؤكد على المؤكد، لكن في حاجات تانية يا استاذ ابراهيم. حتى اللعيبه اللي بتخرج من الاهلي يا جماعه، انتوا يعني بعد ما شفتوا بواليه واحد زي مصطفى شبيطه تربى في النادي الاهلي وخرج من النادي الاهلي، ما لعبش كتير في الفريق الاول، بس لو رجع به الزمن دلوقتي هو بره الاهلي، زي ما شفنا عمرو الحلواني باحساسه بالاصاله وبالتقدير وبالامتنان وبالسعاده انه مرتبط بتاريخ الاهلي، كمان مصطفى شبيطه الراي مهم. انا من ناشئين النادي الاهلي من وانا عندي 9 سنين ولعبت في الدرجه الاولى 3 سنين، وكنت بخرج اعاره وكنت برجع تاني وده الموسم دوت الحمد لله لعبت فيه بشكل مستمر، والحمد لله قدرت ان انا اروح مع كابتن حسن شحاته منتخب مصر 2010، فالحمد لله يعني ده كان من احسن مواسم ليا في النادي الاهلي. لكن بعد كده لقيت نفسي ان انا كابتن حسام البدري طبعا جه عليا بدا ما يلعبنيش، والموسم الجديد لقيت نفسي ان انا مش هيلعبني، فطلبت ان انا اخرج اعاره تاني. لو رجع بيك الزمن تطلب ده ولا بتقول لا انا هكمل مع الاهلي؟ دلوقتي لا طبعا، يعني لو رجع بيا الزمن وكنت بالنضج ده كنت هستنى وهفضل مستني في النادي الاهلي، النادي الاهلي حاجه كبيره واي حد يتمنى ان هو يكون موجود، كنت هصبر وهستنى حتى لو كنت هقعد، كنت هفضل مستني في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي حاجه ثانيه خالص. انت بتقعد في النادي الاهلي بتحقق بطولات وبيبقى ليك تاريخ، وده مش هتلاقيه بره، مش هتلاقيه في اي نادي ثاني. ايهما افضل، انك تبقى موجود مع نادي بيحقق بطولات حتى لو مش بتشارك بشكل اساسي دائم، ولا تشارك اساسي بشكل دائم مع اي فريق اخر ممكن ما يكونش بيحقق بطولات؟ بص، هو النادي الاهلي غير يعني النادي الاهلي فعلا غير اي نادي. انا كنت زي ما بقول لك لو رجع بيا الزمن كنت اتمنى ان انا افضل قاعد في النادي الاهلي، وكنت هستنى دوري وكنت هستنى فرصتي تاني وتالت لحد ما العب واكون موجود، وانا كان عندي ثقه في نفسي ان انا لو جات لي الفرصه كنت هلعب وهبقى موجود على اي حد الحمد لله. لكن انا ساعتها انا اللي طلبت ان انا اخرج اعاره، وده كان قرار ما
ما كانش صحيح بالنسبه لي. كلام مهم جدا 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 يتكرر هذه المره على لسان الكابتن شبيطه، واحد كان من الناشئين المميزين جدا واللاعبين الدوليين. وتمعنوا يا جماعه يلي موجودين في النادي الاهلي من ولادنا الصاعدين في هذا الكلام، واستفيدوا من تجارب الاخرين. النادي الاهلي غير. وده الحقيقه سريعا اللي قاله محمد محمود، لانه لما الزميل ابراهيم فايق اخطا في انه ذكر على لسانه انه امتعض وانه غضب وانه زعل انه خرج من القائمه، يعني مش معقول. شفنا تعليق محمد محمود قال له يا استاذ ابراهيم يعني برجاء تحرر الدقه، لا انا اتضايقت ولا زعلت ولا ممكن ازعل من الاهلي ولا ممكن اخرج عن نظام في النادي الاهلي. طبعا محمد محمود راجع من اصابه بعيد عن الملاعب تقريبا حوالي سنتين، فمش غريبه ابدا انه في البدايه الراجل يبص انه يتاخد واحده شويه بشويه. لا طبعا مؤكد انه ده مش على حساب نظره بيتسو موسيماني لكفاءه محمد محمود او لموهبته، لكن خلينا شويه نراعي ظروف اللعيبه اللي عائده من الاصابات. بلاش الطريقه كمان، بلاش التسرع في الاحكام، نساعدهم ان هم يستردوا قوتهم واليقين. عمليه التسخين نتمنى، لان كلام كمان مصطفى شبيطه كان مهم جدا.